أهلا بكم. البداية مع العناوين. بعد الجدل الذي أثاره وزير العمل يبرر قراره. بعد تعميم المركزي موزعو المحروقات يطلقون الصرخة. ميقاتي يطلب الدعم من مصر في موضوع الغاز. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb. أعلنت المتخصصة في القانون الجنائي والعضو في نقابتي المحامين في باريس ومدريد وفي المحكمة الجنائية الدولية المحامية راشيل لوندون في بيان أنه بالتزامن مع حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف في العاشر من كانون الأول كل سنة، قدم كل من المدير العام السابق للجمارك اللبنانية شفيق مرعي، المدير العام للجمارك بدري ظاهر، المدير العام للجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن أريتم، ومدير الخدمات الجمركية حنا فارس شكوى إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي وذلك بواسطتها. وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الزميلة نانسي صعب. نانسي يعطيك العافية. أنا عافيك جريس. نانسي، شو عندك تفاصيل حول هذا الموضوع؟ يعني بالواقع طبعا جريس، هيدا الشكوى إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي تقدم فيها أربعة من الموقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت، طبعا كنت ذكرت أسمائهم، بدري ظاهر، حسن قريتم، حنا فارس، وشفيق مرعي أيضا، عبر مكتب المحاماة بفرنسا. وطبعا موضوع الشكوى يأتي بخانة اعتبار هؤلاء الموقوفين معتقلين من قبل الحكومة اللبنانية بشكل تعسفي وغير قانوني. إذا هذه الشكوى مقدمة إلى الأمم المتحدة ضد الدولة اللبنانية، ووفق المعلومات يفترض أن تتسلم الدولة اللبنانية عبر وزارة الخارجية وبعد وزارة العدل بخلال الأيام المقبلة. هذه الدعوة يعني تقدمت بسبب أن هؤلاء المنصفين ما في أي سبب لتوقيفهم إلا كونهم يشغلون مناصب إدارية كانت بوقت وقوع من انفجار مرفأ بيروت أو سابقة لوقوع هذا الانفجار، ولكن من دون أن يكون أمام هؤلاء المنصفين القدرة على الدفاع عن أنفسهم، وطبعا من دون تمكين منذ تاريخ احتجازهم لحتى اليوم من الطعن بشكل فعال لقانونية الإجراءات واللي اتخذت بحقهم. وهذه كل أمور وفق الشكوى تعتبر منافية لقواعد العدالة. وتضيف الشكوى المقدمة إلى الأمم المتحدة أنه تم إلقاء القبض على رافعي الشكوى وجرى استجوابهم بالبداية من دون حضور محامينهم، ثم مثلوا أمام قاضي ضمنها الزمنية غير مبررة، ولم يتمكن الموقوفون من الوصول إلى الملف أو الوثائق يلي بتتعلق باحتجازهم. ولفت البيان إلى أنه عدم وجود أي سبيل للمراجعة لمذكرات التوقيت الصادرة بحق الموقوفين واستمرار حبسهم الاحتياطي لأجل غير مسمى يشكلان دليلا إضافيا على اعتقالهم التعسفي، هذا بالإضافة إلى تدخل الطبقة السياسية من أجل عرقلة أي إمكان لمحاكمتهم بصورة مستقلة ومحايدة بهذه القضية، ما أدى بلا شك إلى أن يحول رافعو الشكوى إلى محكمة استثنائية، إن يحول عفوا رافعو الشكوى إلى محكمة استثنائية هي المجلس العدلي. وهون الأهم جريس، على الرغم من عدم اختصاصها، يعني أيضا أهالي الموقوفين ينضمون طبعا إلى عدد من المدعى عليهم اللي كان رفعوا عدد من الدعاوى بحق المحقق العدلي طارق البطار، أكيل الإرسال المشروع أو دعاوى نقل قضية لعدم اختصاص المجلس العدلي. هذه الشكوى مثل ما كنا ذكرنا قدمت بفرنسا طبعا يعني على أساس أنه احتجاز رافعي الشكوى من قبل الدولة اللبنانية ينتهك الحق في أن لا يكره الشخص على الشهادة ضد نفسه، وينتهك الحق في الوصول على وجه السرعة أمام قاضي، وينتهك الحق بتكافؤ وسائل الدفاع وبالإنصاف لتعري مشروعية الاحتجاز وبالمحاكمة بغضون فترة زمنية معقولة. لكثير مجريت أن هؤلاء الموقوفين الأربعة من أصل 17 موقوف من موقوفين منذ 15 شهر لحد اليوم، بينما نحن نعرف التوقيف الاحتياطي له مدى زمني يعني لا يتخطى
الأيام. بموازاة هذه الدعوة هناك دعوة أخرى أيضا تقدمت أمام المحكمة الجزائية الغرفة السادسة تحديدا من لجنة أهالي ضحايا مرفأ بيروت وتحديدا على اسم يوسف المولوي وهو والد الشهيد قاسم المولوي. هذه الشكوى تقدمت ضد القاضي طارق البيطار للارتياب المشروع وأي تحديدا طلب نقل هذه القضية من القاضي طارق البيطار للارتياب المشروع وهي تتضمن إشارة إلى عدم التزام القاضي البيطار بمبدأ حسن خير العدل ووجود استنسابية للتحقيقات تعرقل عمل التحقيق وتؤخر الوصول إلى طبعا يعني الحقيقة بموضوع انفجار المرفأ. طبعا هنا تشير هذه الشكوى من قبل لجنة أهالي الضحايا إلى أن التحقيق له توجه واحد حول التقصير فقط وهذا الأسلوب مثل ما هن بيقولوا يؤخر مسار العدالة بوقت المطلوب معرفة من أدخل نترات الأمونيوم ولأي جهة ومن حمى هذه المواد ومن سهل دخولها أي تحديدا تحديد الفاعل الأصلي بهذه الجريمة ومن بعد التفرع عنها إلى من هم المتورطون أكان عن طريق الأهمال وأي شيء آخر. وهذا الأمر بحسب يعني المتقدمين بهذه الشكوى أو الدعوة أدى إلى تسييس الملف وهذا التسييس ساهم فيه أيضا القاضي طارق البيطار من خلال توجيه الملف باتجاه محدد وهو ما أدى إلى الارتياب بعمله. طبعا بمجرد تبلغ الدعوة من قبل القاضي طارق البيطار واللي هي اللي تحتاج إلى عدة أيام بانتظار اطلاع رئيس الغرفة السادسة بمحكمة التمييز الجزائية بالتالي يفترض أن يبلغ فيها وعن تبلغه حسب يعني الجهة المدعية يفترض أنه كمان يعود هذا الأمر أن ينقص عمل القاضي طارق البيطار بتحقيقات انفجار المرفأ. جريت مزيد من المعلومات والتفاصيل وأيضا من يعني الوقوف على شهادات أو آراء أهالي الموقوفين يلي تقدموا بالشكوى إلى الأمم المتحدة ضد الدولة اللبنانية ستكون بتفاصيلها بنشر الساعة 2. شكرا لك يا الزميلة نانسي صعب على هذه الرسالة الشاملة. بعد الجدل الذي أثاره برر وزير العمل مصطفى بيرم في مؤتمر صحفي مطول قراره الأخير مؤكدا أن ما كان ممنوعا على الفلسطينيين ظل كذلك ومتحدثا عن حماية اليد العاملة اللبنانية. ما كان ممنوعا بموجب الدستور، ما كان ممنوعا بموجب القانون، ما كان ممنوعا بموجب المراسيم وبموجب القوانين المتعلقة بالمهن عنا مثل الطب مثل المحاماة مثل الهندسة مثل الخبراء المحاسبة وغيرهم ما زال ممنوعا. أنا ما قربت صوبهم أصلا، ما عندي صلاحية أقرب صوبهم، هودي إشياء محددة بقانون، قرار الوزير لا يعدل قانونا ولا يعدل مرسوما. فإذا أنا ما عملت شيء جديد ضمن صلاحياتي حددت المهن المحصورة باللبنانيين. طيب شو الأهمية؟ المسألة الفلسطينية أخذت حيز صغير جدا، نقلت ذات العبارة الموجودة بالقرارات اللي قبل ذاتها موجودة عند معالي الوزير بطرس حرب، عند المعالي الوزير سجعان أزة، عند معالي الوزير محمد كبارة، وعند معالي الوزير سليم جريساتي. فشو اللي صار ما بعرف. أنا بأكد لكم 90% ممن انتقدنا والله لم يقرأوا القرار. بتقولوا لي طيب شو الاستفاد الفلسطيني بهذا الموضوع؟ أنا بقلكم مثلا بقطاع المطاعم وسعنا النسبة، اعتبرنا أنه مقابل كل 5 لبنانيين لأسمح بعامل أجنبي واحد، مع مبدأ تفضيل اللبناني تبعا للتعميم السابق. شو بيصير؟ بيجي المطعم بده يوظف، ملزم يوظف 5 اللبنانيين، ما إجا 5 لبنانيين، إجا 3 لبنانيين وإجا أجانب وإجا 2 فلسطينية. نعم هون بين الأجنبي وبين الفلسطيني ليسكر ما يحتاجه تحتاجه النسبة من اللبنانيين بعد تفضيل اللبنانيين بياخد 2 فلسطينيين. نعم إذا بيتبين في شيء والله قدموا طعن بمجلس الدولة نحترم هذا الأمر، منشوف شو الإشكالية اللي بتكون موجودة منعدلها. عندي جرأة الإقدام وجرأة التراجع عند أي خطأ وأتحمل مسؤولية الخطأ، وهذا نموذج يحتاجه الشارع اللبناني. ما بدنا نعمل نكايات ولا بدنا نعمل تحديات، لكن التراجع عن القرار
قرار ليس واردا، لانه مش عم هذا قرار عم كرر قرارات سابقه فيما يتعلق بالتوطين. هاي المساله حقيقه ممكن يقولوا ولا كل شيء في ناس بلبنان الا لنا. نحن قدمنا الدم، نحن اللي اسقطنا صفقه القرن، نحن اللي قدمنا خيره شبابنا، نحن اللي تهدمت بيوتنا لنمنع التوطين. فضلا عن ذلك، ليش الفلسطيني بده توطين؟ أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه طلب خلال زيارته الرسمية لمصر دعما في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بشكل عاجل. وأشار ميقاتي في تصريح له إلى أنه عرض عددا من الطلبات الخاصة في مجال الطاقة والربط الكهربائي وتقديم الدعم في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية بصورة عاجلة للشعب اللبناني. إلى ذلك وعلى خط آخر، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الزيارة هي من أجل لتوضيح موضوع المرسوم المعد للقطاع العام في شأن المبالغ المقطوعة لمدة شهرين، والذي وقعه وزير المال وهو لا يعطي كل القطاعات من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمستشفيات الحكومية وتلفزيون لبنان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حقوقها، لذلك يجب إعادة النظر بهذا المرسوم. مرسوم النقل، التسريع بمرسوم النقل للقطاع العام. طلبنا أيضا بتسريع مرسوم النقل للقطاع الخاص، كمان المبالغ المقطوعة للقطاع الخاص أن تدفع بسرعة وأن يصرح عنها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضروري أن تصير هذه الأشياء بسرعة قبل الأعياد. وطالبنا أيضا أن يكون هناك تعويض نقل للعسكريين من كل القوى العسكرية، وأن يكون بحدود 1,500,000 ليرة شهريا لكل فرد عسكري لحتى يتمكنوا من القيام بواجباتهم والالتحاق بسكناتهم بهذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي نعيشها. طبعا كمان كانت جولة أفق حول الواقع اللي عم نعيشه، صعود الدولار، الغلاء الفاحش بالمواد الغذائية، الغلاء الفاحش بالمحروقات بالأدوية. أعلنت السعودية وقطر ضرورة ألا يكون لبنان مصدرا لتهديد الأمن في المنطقة، وجاء ذلك في بيان مشترك للدولتين في ختام زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للدوحة. وأوضح البيان أن الجانبين أكدا فيما يخص الشأن اللبناني أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال تزعزع أمن واستقرار المنطقة أو ممرا لتجارة المخدرات. أعلن موزعو المحروقات في بيان أنهم فوجئوا اليوم كما العديد من المفاجآت التي ما برحت تفتك بنا منذ بداية الأزمة أن مصرف لبنان أصدر تعميما أبلغتنا به في الشركات المستوردة يفيد بأنه يتوجب على موزعي المحروقات والمحطات تسديد قيمة 15% من قيمة الفاتورة نقدا بالدولار، وعليه انطلاقا من هذا التعميم وما يترتب عليه من خسائر فادحة للموزعين وللمحطات باعتبار أن مبيعاتنا بالليرة وحسب الجدول الذي تصدره وزارة الطاقة، وحيث أن هذا القطاع ما برح منذ بداية الأزمة يتخبط ويتحمل ما لا يستطيع أي قطاع تحمله إلى أن وصل إلى حال الموت السريري. وتوجه إلى المسؤولين والقيمين على شؤون البلاد معلنين بكل أسف موت هذا القطاع المنهك بمرض عضال أصابه من جراء إدارتكم وتعميمكم العمياء، دائما بحسب البيان. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يؤكد في الذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لبنان متمسك اليوم أكثر من أي وقت بمضامين هذا الإعلان وبنوده. في الذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أن لبنان الذي كان أحد المساهمين الأساسيين في وضع هذا الإعلان من خلال مساهمة الدكتور شارل مالك في صياغته، متمسك اليوم أكثر من أي وقت مضى بمضامين هذا الإعلان وبنوده، لأنها تشكل بحد ذاتها دستورا دوليا من شأنه أن يجعل الإنسان في صلب السياسات الدولية لجهة الاعتراف بها والعمل على احترامها. وشدد الرئيس عون على أن لبنان اليوم يناضل من أجل تكريس احترام هذه الحقوق وصيانتها، وهو لطالما آمن بها وكان رائدا في إطلاقها منذ مدرسة الحقوق الشهيرة التي أنشأتها الأمبراطورية الرومانية في بيروت عاصمة الحق والقانون. من جهة أخرى، استقبل الرئيس عون نقيب الصيادلة جو سالوم على رأس وفد من أعضاء المجلس الجديد للنقابة
أتوا لعرض خطة عملهم على الرئيس عون بعد انتخابهم. وأكد سلوم أن الزيارة ترتدي قبل الطابع النقابي طابعا وجدانيا كبيرا، وهي تأتي ضمن سلسلة زيارات سبق أن قمت بها إليكم مذ كنتم تحملون لواء سيادة واستقلال وحرية لبنان في قصر الشعب، وأنتم ما تزالون إلى اليوم الضامن لهذه السيادة، تحملون شعار حرية وكرامة كل مواطن لبناني. وأضاف انطلاقا من هنا، نحن كصيادلة لبنان مسيرتنا واحدة معكم، وهي مسيرة استعادة حرية وكرامة كل مواطن لبناني. وأنتم تعرفون معاناة الصيادلة الطويلة منذ سنوات عدة بسبب انقطاع الدواء وعدم تسليمه إلى الصيدليات، وكنا دائما في بوز المدفع مع المرضى نحاول أن نؤمن لهم الدواء، كل ذلك إلى جانب انتهاك كرامة الصيادلة. وأكد رئيس الجمهورية من جهته أنه واع للمشاكل الكثيرة التي يعاني منها قطاع الصيادلة في لبنان، لا سيما في المرحلة الأخيرة لجهة انقطاع الدواء وتهريبه وتخزينه، وصولا إلى كافة أشكال المخالفات التي ألحقت أكبر ضرر بالمواطنين اللبنانيين وبصورة خاصة بالمرضى. وشدد الرئيس عون على أن الجهة الضامنة لقطاع الدواء يجب أن تكون نقابة الصيادلة التي وحدها باستطاعتها أن تكفل إيصال الدواء بالجودة والنوعية والسعر الرسمي إلى اللبنانيين. واعتبر رئيس الجمهورية أن البطاقة الدوائية من شأنها أيضا أن تساهم في ضبط الأسعار، ومن هنا وجوب إقرارها، مؤكدا رفضه لكافة عمليات الاعتداء على الصيادلة. على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون رئيس الاتحاد اللبناني للجودو وفروعه المحامي فرانسوا سعادي مع وفد من الاتحاد، الذي شكر للرئيس عون على منحه رعايته لبطولة آسيا وأوقيانيا للجودو التي أقيمت في لبنان من 2 إلى 5 كانون الأول، وشارك فيها أكثر من 500 لاعب وإداري من 23 دولة تمكنوا خلال وجودهم في لبنان من الاطلاع على معالم لبنان السياحية والأثرية. ورد الرئيس عون مهنئا الاتحاد على نجاح البطولة والجهود التي بذلت في هذا الصدد، مجددا التأكيد على أن الرياضة تجمع الشباب على قيم المنافسة الشريفة والأخلاقية. وسلم الوفد الرئيس عون مجسما لرياضي يمارس الجودو يعود لمؤسس هذه الرياضة. فاصل، نواصل بعده النشرة. عودة لمتابعة النشرة. دبي شيعت رئيس بلديتها أبلين الأشقر، ورئيس الجمهورية العماد ميشيل عون منحه وسام الاستحقاق. ودعت بلدات دبي وذو الخراب وحارة البلان رئيس البلدية أبلين الأشقر عميد رؤساء البلديات في لبنان، وذلك في مأتم مهيب أقيم في كنيسة الصعود في دبي، شارك فيه رسميون وسياسيون، تقدمهم ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، النائب إيدي معلوف، ورئيس السابق أمين جميل، والنائبين ليس بوصعب وإيدي أبي اللمع، والمستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شليلة، وحشد من الفعاليات. رأس الصلاة النائب البطريركي على إبرشية صربا المارونية المطران بول روحانا، ممثلا البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي. ومما جاء في الرقيم البطريركي أن الراحل عرف كيف يبني علاقاته الصادقة مع سكان المنطقة بروح الجهوزية في الخدمة والقرب من العائلات في مختلف ظروف حياتهم. ومنح ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون النائب إيدي معلوف الفقيد وسام الاستحقاق الوطني اللبناني تقديرا لعطاءاته. وأكد معلوف أن بين أبلين الأشقر ومسؤولية رئاسة بلدية دبي وذوء الخراب وحارة البلان رحلة تحد. أما كلمة العائلة فألقاها النجل الفقيد وليد أبلين الأشقر، الذي أكد أن الأشقر رجل أحب بلدته وأهلها من دون حدود. وكانت بلدات دبي وذوء الخراب وعوكر وحارة البلانة اتشحت بالسواد حدادا، ورفعت فيها صور الراحل ولافتات تحيي مسيرته في رئاسة البلدية منذ العام 1961 والإنجازات التي حققها خلال سنوات الستين التي أمضاها رئيسا للمجلس البلدي. نظم التجمع اللبناني للبيئة ليبانيز انفايرمنت فورم مؤتمرا صحفيا أطلق خلاله حملة توعية في إطار مشروع المجتمع المدني الذي يكافح من أجل بحر بلا بلاستيك، والذي ينفذ بالشراكة مع الحركة البيئية اللبنانية وبدعم من المفوضية الأوروبية في لبنان. رئيس التجمع اللبناني للبيئة المهندس مالك غنور أكد أن المشروع يشكل علامة فارقة في نوعية واستدامة الشاطئ والموارد البحرية، وقال إن الحلقة الأخيرة من المشروع الوطني للحد من البلاستيك في البحر والذي بدأ عام 2018 تطلق اليوم بغية الوصول إلى منتجعات بحرية بلا بلاستيك. فاصل ثاني، نواصل بعده النشرة.
أهلا بكم من جديد في الأخبار الإقليمية والدولية. قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أنه يتطلع إلى تعميق الحوار مع الولايات المتحدة حول الاستعداد العسكري المشترك لمواجهة إيران ولوقف طموحاتها النووية. وجاء تصريح غانتس خلال لقائه بنظيره الأمريكي لويد أوستن الذي أعلن من جهته أنه قلق للغاية من أنشطة إيران النووية والافتقار إلى تواصل دبلوماسي بناء. وأضاف أنه في حال أخفقت السياسة الحالية الخاصة بإيران فأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قالها بوضوح مستعدون للانتقال إلى خيارات أخرى. على صعيد آخر، دعا نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف الولايات المتحدة وإسرائيل إلى ضبط النفس فيما يخص مناوراتهما العسكرية المتوقعة على خلفية استئناف المفاوضات النووية مع إيران. وقال ريابكوف إن أي فعاليات تدريبية في مثل هذه المنطقة القابلة للانفجار تحمل في طياتها مخاطر المزيد من التعقيد، وهذا أمر غير مرغوب به. وأضاف نائب الوزير الآن من المهم إبداء ضبط النفس والتركيز على المساعدة في عملية التفاوض التي استؤنف في فيينا بعد فترة توقف طويلة. في الخبر الأخير، أعلن بائعو المزادات في الولايات المتحدة أن السيف الذي حمله نابليون بونابرت عندما قاد انقلاب عام 1799 في فرنسا وخمسة من أسلحته النارية بيعت في مزاد بنحو 3 ملايين دولار. وصرح رئيس الشركة بأن القطعة التي عرضت للبيع من قبل شركة روك آيلاند أوكشن ومقرها في الولايات المتحدة بيعت في الثالث من كانون الأول عبر الهاتف إلى مشتر لم يكشف عن هويته. مع هذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر إنستغرام، فيسبوك وتويتر. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.